الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدين؟ يعني هنالك غفز على العقول وتسطيح لعقول عامة المسلمين، ونحن يعني لا نقبل مثل هذا التسطيح، ولذلك نحن ندعو الجميع أن يوعي ويعمل على توعية هذه الأمة حتى لا يقبلوا مثل هذا التسطيح. الخلفاء الراشدين، يقول لك الخلفاء الراشدين هم الذين حكموا في التاريخ. أولا لا من النبي ولا من القرآن ولم نجد أي نص صريح، ويتحدى الجميع أن يأتوا بنص صريح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فترة الخلفاء الأربعة الخلافة الراشدة. ما في. من الذي سمى خلافة الراشدة؟ المؤرخين المتشرعة فيما بعد. المؤرخين لما شافوا فظائع معاوية، شافوا فظائع بني أمية، شافوا القتل وفسك الدماء، نظروا إلى تلك المرحلة التي حكموا فيها الأربعة بأنها فترة راشدة، فسموا الخلفاء الراشدة، سموها الخلافة الراشدة. يعني هذه التسمية مو تسمية إلهية، مو تسمية أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله، تسمية جاءت متأخرة. المؤرخين والباحثين في التاريخ الإسلامي سموا فترة الخلفاء الأربعة فترة الخلافة الراشدة. إذن هذه التسمية كيف ننزلها على حديث قاله النبي قبل تحقق الخلافة الراشدة؟ إذا لابد أن نبحث عن من هو الخلفاء الراشدين. إذا بحثنا عن الخلفاء الراشدين نجد في البخاري ثلاث روايات العجيبة، ما أدري يعني، الحمد لله رب العالمين الذي جعل حجة الشيعة عند الآخرين. ثلاث روايات في البخاري، تسع روايات في مسلم، في ابن ماجه ثلاث روايات، في الترمذي يمكن رواية، في ابن حبان 20 رواية، 20 طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخلفاء من بعد 12 خليفة. يعني عجيب كيف هؤلاء الناس يدعون انهم متبعين لسنه النبي. هذه سنه النبي، اول سنه ضربوا بها عرض الحائط هذه السنه. خلفاء من بعد 12 خليفه احتاروا حاسوا كيف يفسروا هذه الروايه، كيف يفسروا هذا الحديث. حكام بني اميه اكثر من 30، اكثر من حكام احسن ان يرقم الخلفاء لم يستطع. وصل الى رقم وقف. والعجيب القريبه الجميع يتهمون ان احنا باننا نتعدى على معاويه، يتهم الشيعة أنهم يتعدون على معاوية. ما في واحد من الذين عد الخلفاء الراشدين وضع معاوية ضمنهم. نعم. مباشرة يقول لك علي، يقول لك أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم عمر بن عبد العزيز. وين معاوية؟ ليش ما سجلت معاوية؟ إذا تعتقد أنه صحابي وجليل وكاتب للوحي وتترضى عنه، لماذا لم تجعله الخلفاء الراشدين؟